ننتقل لفقرة بتحب أو بتهم النساء واليوم كمان الرجال. أكيد الله جميل ويحب الجمال، ودائما وقت بنقول جمال المرأة أول شيء بلفت نظر أي شخص فينا هو تقطيع الوجه، المبسم، البشرة، التجاعيد الموجودة داخل الوجه. ودائما نحن بنقول المعايير بتختلف من عرق لعرق، من بلد لبلد، ولكن الأساسات الجمالية هي واحدة. أحيانا بنشوف صبية عمرها 20 سنة عندها تجاعيد كثير، واحيانا بنشوف صبيه عمرها 40 سنه ولكن تجاعيد كثير خفيفه. هلا هذا الشيء بيرجع للعامل الوراثي، بيرجع لطبيعه الجسم، ولكن اليوم العلم كان له الحل بهي القصه. اكيد رشا، وفينا نقول انه كل شيء بيظهر على بشرتنا ما هو الا انعكاس لنظامنا الغذائي، لحالتنا الصحيه والنفسيه، لعوامل محيطه وعديده بحوالينا ممكن تسبب جفاف بالبشره، ايضا تعرضنا للشمس المستمر بخلال فصل الصيف. وفينا نقول كمان انه مع تقدم وتطور الطب التجميلي صارت يعني السيدات والصبايا اكثر امان وثقه انه في حلول، في خيارات عديده لاي مشكله ممكن تواجههم بالبشره. لنعرف أكثر كيف ممكن نختار الحل الأنسب لبشرتنا، شو المحاسن، شو السيئات، كيف ممكن نحصل على بشرة صافية خالية من التجاعيد والعيوب، خلونا مشاهدينا نرحب سوا بضيفنا يلي صار معنا ضمن الاستوديو، الدكتور عزيز عوش، طبيب مقيم جراحة تجميلية وترميمية. يسعد صباحك دكتور. صباحك يا رب. صباح الخير يا حكيم. أول شيء أهلا وسهلا فيك. يعني وقت بلشت هي الحلول التجميلية، البوتوكس، الفيلر، اليوم الشباب انزعجوا، يعني جبتونا فتحتونا باب جديد بحياتنا بالمصاريف وبالقصص. بعد فتره شفناهم جنب النساء بعيادات التجميل. بدايه اليوم البوتوكس هو الحل الاشهر والانسب يعني طبيا وتجميليا، حضرتكم عم تنصحوا فيه لقتل تجاعيد الوجه، ولكن خلينا نعرف بهي الماده. يعني اليوم في محاذير، وبعض الناس لهلا ما كثير واضحه الصوره وبتخاف بتقول لك انا ما بدخل شيء على وجهي ما انه طبيعي، فخلينا نعرف طبيا شو هو البوتوكس. هلا العلم سخر الطبيعه، جاب سم الحيه وعمل منه دواء ترياق، وبالمثل عمل البوتوكس. اخذنا ذيفان او سم لجرثومه اسمه شوي هيك غريب، اسمه مضخيه الوشيقيه. اخذ الذيفان تبعه وعدله مخبريا وحوله لدواء. هذا الدواء اكيد هو مصدق ومصرح عنه بالاف دي اي، المنظمه العالميه للادويه والغذاء. هو دواء امن، اكيد في حالات لازم تتجنبه، لكن بشكل عام هو دواء امن تماما. تمام دكتور، يعني البوتوكس اليوم بيناسب كل الصبايا. خلينا نوضح مثال اكثر، اليوم اذا الصبيه بدها تيجي تساوي عند حضرتك بوتوكس، هل ممكن حضرتك تطلب منها فحوصات، اجراءات معينه؟ خلينا نتعرف اكثر على اليه العمل. تمام، هلا البوتوكس هو اجراء امن. في بعض الحالات يعني نحن بنكتفي بالقصه السريريه للصبيه، ما في داعي لتحاليل معينه الا اذا في عندنا مرض معين، وقتها ممكن نتابع، بس الحاله العامه اكيد ما بتتطلب هي الاجراءات. طيب حكيم، خلينا نروح لتفاصيل الوجه. يعني اي صبيه اليوم بتحب انه يكون بشرتها صافيه، او شيء البوتوكس له علاقه بصفاء البشره؟ خلينا نصحح هاي النقطه. لا، البوتوكس هو الهدف منه او لنفهم اليه عمله، هو البوتوكس بيشل العضلات. تمام. بيحصر الوصل العصبي العضلي، فهو بمجال التجميل طبعا له استخدامات كثيره، بس بمجال التجميل بيمنع حركه العضلات التعبيريه وبالتالي بيمنع ظهور تجاعيد اللي تطلع فوقها. اما كموضوع صفاء البشره او صفاء النضاره هذا في شيء ثاني، هذا موضوع ثاني له علاجات. اليوم وين الصبيه بتروح؟ يعني الشيء الشائع لاستخدام البوتوكس، هلا الاستخدام الاشياء هو الاستخدام التجميلي، موضوع التجاعيد، تجاعيد الجبهه، تجاعيد قدم الغراب كراوس فيت او الباني سمايد اللي هي التكشيره، تجاعيد تكشيره، ممكن ابتسام اللثويه، ممكن للتخلص من تجاعيد الرقبه بتقنية نفرتيتي. هو استخدامات تانية ممكن تكون يعني نوعا ما حتى علاجية. صحيح. كمان اليوم عم تنطلق كمضاد للتعرق، هو بيوقف إفراز من الغدد العرقية، فكمان عم نستفاد من هي الناحية، خصوصا هلا موسمه يعني وفصل الصيف، كثير ناس اليوم بيعانوا من هي المشكلة وبيروحوا لعيادات التجميل. أكيد. إضافة لاستخدامات تانية، يعني كمان في عندنا فرط التعرق الراحي أو الأخمصي، في ناس عندها مشكلة تعرق يعني لدرجة إنه ما بتقدر حتى تكتب، تمسك القلم بسبب التعرق، فكمان نحن ممكن نعالج هي الحالات بالبوتوكس. يعني ما عاد محصور بقى بالبشرة، فينا نقول إنه أكثر من منطقة بالجسم اليوم البوتوكس قادر إنه يحل مشكلتها. طبعا طبعا. تمام. اضافه لاستخدامات علاجيه، مثلا حاله الشقيقه
المعروف انه البوتوكس هو خط كثير مهم بالعلاج، بيقلل النوبه وبيخفف الالم خلال النوبه. تمام. طب في الحبال الصوتيه يعني تم استخدامها ببعض الحالات، تم استخدام البوتوكس يعني؟ تمام، بيأثر للعضلات اللي بتأثر على الحبال الصوتيه، ممكن يغير الصوت، ممكن يعالج شويه مشاكل بهذا الموضوع. تمام دكتور، يعني مثل ما في حالات من المرضى مؤهبين لحتى اجراء هذا الحقن البوتوكس، في عنا كمان حالات ايضا ما بيقدروا يساووها، خلينا نوضح مين هنون الاشخاص اللي ما بيقدروا اليوم يلجأوا للبوتوكس. هلا البوتوكس بشكل عام هو اجراء آمن، لكن في بعض الحالات بفضل فيها أنه ما نستخدم البوتوكس، بعد أمراض عصبية، بعد أمراض عضلية، عسر التصنع، إضافة طبعا للحامل والمرضع، هدول أكيد نتجنب عندهم هي الإجراءات، لكن بشكل عام هو إجراء سليم، يعني هي حالات نادرة نتعرف عليها بالقصة السريرية والفحص الجيد للمريضة. طيب خلينا نروح للمحاذير والإجراءات بعد حقن البوتوكس. اليوم حضرتك بتخبر المريضة أو المريض، اليوم مو بس المريضة موجودة عندك، المريض قبل صار صح حكي؟ صح أكيد. ببعض المحاذير أنه خلال 24 ساعة أو خلال 48 ساعة في بعض النقاط المفروض إحنا نبتعد عنهم، يعني خلينا نذكر فيهم. أكيد. هلأ في تعليمات خاصة بكل موضع للحقن وفي التعليمات العامة. هلأ بالنسبة للتعليمات العامة، بده يتجنب المريض الضغط أو المساج لمكان الحقن، بده يتجنب الحرارة الشديدة بكل مصادرها سواء الشمس الشديدة، الاستحمام بالماء الساخن، بخار الطبخ أو حتى السشوار، بده يتجنب الانحناء أو السجود. وبشكل خاص خلال أول 90 دقيقة لازم يتجنب التعبير الشديد أو حتى التمارين الرياضية القاسية. أول 90؟ أول 90 دقيقة بشكل خاص موضوع ممنوع يضحك وممنوع يبكي. تماما، خليك على الصامت. يعني كمان عم نشوف أنه في كتير شباب بالفترة الأخيرة عم يلجأوا لإجراء البوتوكس، يعني خلينا نوضح شو السبب يلي بيخلي شاب يروح اليوم يعمل بوتوكس، وعم نشوف يعني دكتور عم يلاقوا للأسف كتير من التنمر من المجتمع. حضرتك اليوم بعيادتك عم يجوك هيك نماذج من الشباب توضح لنا؟ قبل ما أقول شو السبب بدي أقول شو المانع. يعني مين قال انه الجمال او العنايه بالنفس ومحاربه الشيخوخه هو حكر للصبايا؟ اكيد، مو بس انتم، نحن كمان. اكيد حكيم، اليوم قد بيكون في مشكله والطب والتجميل قادر انه خلينا نقول يصلح او يعطي هيئه اجمل، فاكيد هي القصه دائما. بس ما نروح للاوفر، احيانا بنشوف حدا عامل بوتوكس، هلا بدنا نحكي عن انواع البوتوكس، احيانا بتلاقي حدا عامل شد كامل وفي البيبي، يعني بيقولوا البيبي انه ما في شد شل كامل العضلات، وقت بيكون في شد كامل يعني الشخص اللي عامله يعني ما بتعرف هو عم يضحك او هو عم يبكي، يعني ما في معالم، اليوم ما في معالم طبيعيه بالوجه يعني. فاليوم طبيا بالفرق بين هدول النوعين شو حكيم اللي خبرنا؟ هو الفرق بالاساس بالدوزج، بالجرعه اللي عم نعطيها. هلا البوتوكس كل ما زدنا الجرعه رح تزيد الفعاليه بالتالي، فالموضوع حسب تقنيه الحقن والجرعه اللي عم نحقنها واماكن الحقن. يعني في ممكن الواحد يحقن بشكل عشوائي يشيل كل هي العضلات وبالتالي تختفي الملامح التعبيريه بشكل كامل، هو ممكن يستخدم الجرعه المناسبه بالمكان المناسب ليحافظ تعابير على الاقل تكون خفيفه لكن موجوده. اكيد بفضل الشيء الطبيعي بيبي، لانه طبعا لانه نحن وقت اللي عم نلغي كل التعابير احنا عم نخسر وظيفه من وظائف الجسم اللي هي التعبير، يعني حق الواحد هو اوقات بتلزم، يعني اوقات. طيب ممكن صبية تعبس مثلا حبيبه هيك ما فيها ممكن تتزور ما فيها تسكر مشكله يعني. يعني كنت عم بسالك دكتور انه ممكن حضرتك تقترح على المريض انه هذا الشيء ما بيناسبك، انا ممكن احط لك شيء ثاني يعطيك شويه طبيعه، هل ممكن تقنع بهذا الموضوع؟ طبعا عم تترك المريض على رحته، او عفوا المريض ثقافته عامه، بيجوز سمع مثلا في بوتوكس بحل مشكل معين فاجى بده يعمل بوتوكس، لكن انا واجبي كطبيب اعرف شو مشكلته الحقيقيه لاعرف وجهه للعلاج الصحيح، اما انه كل ما اجى مريض بده يعمل شيء بعمل له اياه هذا بكون عم اظلمه. اكيد. طيب حكيم خلينا هيك نحكي بصراحه واقعيه اكثر، اليوم في شيء بدنا نصححه من حضرتك، اليوم ليش عم بيروحوا لي البوتوكس الكامل بعضلات الوجه كرمال ما بيقولوا انه هذا بيضل اكثر، هل صح او لا؟ اكيد كل ما زدنا الجرعه رح يضل البوتوكس اكثر.
وراح يقيم اكثر. هلا بالنهايه بنرجع لموضوع يعني اختيار المريض، وهل هو مناسب للطبيب او هو مناسب بشكل عام. ولكن اليوم المريض عم يروح لهذا الاجراء انه انا عامل لي كامل، حتى لو اليوم تدخل الحكيم وقال له انت اليوم مثلا بجوز ما تحتاج الكميه، او اليوم في شل حتروح معالي مجاك بيقول لك معلش حكيم اليوم الاسعار كثير غاليه خليه كفيني اكثر وقت ممكن يعني. تمام. هلا بالطب التجميلي بيختلف شوي عن باقي الافرع الطبيه، انه الطب التجميلي هو بالنهاية رفاهية، فأنا بدي أحقق شيء نسبي بين القرار الطبي الصارم وبين رغبة المريض، فأنا أكيد بدي لبي رغبته بس بما لا يتجاوز شروط العلم. فبالنهاية إذا كان هو بده هذا الشيء فهذا خياره، أنا بناقشه بعرض عليه بشرح له هي وبشرح له هي، ونوصل لنتيجة تكون بتناسبه وما بتخل بشروط. تمام. يعني من خلال حديثك كأنه عم توضح لنا أنه البوتوكس ممكن يضاين لفترة منيحة، خلينا نوضح شو هي المدة يلي ممكن يضاين فيها وكل قديش نحن لازم نجدد. هلا الرينج تبع البوتوكس أو العمر الوسطي له هو 6 شهور. هذا الشيء بيختلف من مريض لمريض، ممكن مريضة يقعد عندها 3 شهور، ممكن مريضة يضل عندها سنة. فهذا كمان بيتبع لاستقلاب جسم المريضة لهذا المنتج. أما موضوع إيمت نزيد أو إيمت نكتر أو لا، هذا كمان لا ما بيلعب دور بالموضوع، إنما باختيار طبيب للدوس الصحيح. طيب حكيم خلينا نحكي بنقطة الأنواع. يعني اليوم وقت بتحكي مع أي حكيم، مع أي دكتور تجميل بتقول لك بدك مصدر كذا مصدر كذا، وبنسمي بالأسامي. واليوم في فرق بالأسعار، بتلاقي في فروق واضحة من مركز لآخر من دكتور لتاني، وبيقول لك اليوم نحن عم نجيبه من برا ويعني اليوم السعر غالي علينا، وبترجع حدا تاني بيقول لك كله نفس الشيء. تمام. فشو رأيك؟ هلا مو كله نفس الشيء. يعني نحن هون بدنا ننوه لموضوع انه بالنهاية الموضوع الاسعار، يعني السعر اللي كتير اوفر هو ما هو صحيح، والسعر اللي كتير قليل السعر بيخول. ففي رينج وسطي مقبول. يعني بالنهاية ممكن البعض يلجأ نحن البوتوكس بنحله بمحلول بسيروم قبل ما نحقنه. ممكن البعض يزيد السيروم وبالتالي يخف البوتوكس محلول. بالمقابل رح يقدر ياخد سعر اقل. تمام. فهذا الشيء ما نصح، واكيد السعر الظالم هو ما نصار سليم. تمام. يعني كنا نعرف انه البوتوكس والفيلر هنن من التقنيات التجميليه الجراحيه، خلينا نروح شوي للغير جراحيه. شو في عندنا انواع اليوم من خلالهم نحن نقدر نحافظ على صحه بشرتنا؟ تمام. هلا هن بصراحه لا يعتبروا اجراءات جراحيه بمعنى الكلمه. اما كتقنيات لموضوع البشره والجلد هي كثير ممكن تبلش ببعض المراهم، ممكن توصل لإجراءات تكون أجريسف عنيفة شوي، ممكن نحن نبلش شوية أدوية، ممكن تقنيات خفيفة بلازما ميزو، ممكن نوصل لليزر فراكشنال كربوني، وممكن نوصل لإجراءات عنيفة نوعا ما مثل تقشير بالأحماض سكين بوسترز. في كثير عنا تقنيات، هنختار العلاج المناسب بحسب الحالة، حالة المريض اللي قدامنا. طيب دكتور خلينا نحكي عن بعض الحالات ونحن عم نشوفهم بالواقع. يعني انا لي صديقات راحوا لاجراء البوتوكس، فيعني هن عطلوا اسبوع كامل عن الدوام لانه كانه اكلين قتله من الاخر، يعني تحسس تورم بالمناطق وخز الابر يعني. او اجراء ثاني بتلاقي امن، يعني ثاني نهار انت مداوم ما في شيء، يعني حتى محل وخز الابر راح. يعني اليوم شو اللي صار بالحالتين؟ يعني اللي صار بالحالتين انه البوتوكس مثل اي منتج دوائي ممكن يسبب تحسس، فالمفروض الطبيب قبل ما يحقن البوتوكس يعمل اختبار للتحسس وينطر ويعطي وقته. اذا عملنا اختبار التحسس على الاقل خلص امننا انه الموضوع سيف اذا كانت النتيجه منيحه، او بنحقن بامان. هلا موضوع التحسس هو موضوع واسع، ممكن يبلش بشويه احمرار وحكه وممكن يوصل لنتائج يعني ما منيحه. تورم ممكن اعراض جهازيه ما فينا نعرف وين ممكن نوصل بهذا الموضوع، يعني قد يتطلب بعدين ادخال المشفى. فنحن نعمل ضميرنا نعمل الشيء الامن بانه نعمل اختبار التحسس. شو هو اختبار التحسس حكي بالعياده؟ التحسس طبعا هلا هو بنحقن، ناخذ كميه صغيره كثير من الماده وبنحقنها بالادمه بالساعد وبنرسم دائره بقطر 1 سم وبننطر عليه 10 دقائق. هلا بعد 10 دقائق اذا صار حكه احمرار
الاحمرار تجاوز الواحد سنت، فإذا نحن قدام حالة تحسس صريحة، وبالتالي هون نمتنع عن هذا النوع من البوتوكس. ممكن نلجأ لأنواع تانية. أرجع لك لموضوع بقى الأنواع البوتوكس اللي ممكن نحكي فيهم. أما في حال ما ظهرت هي الأعراض فإجراءنا آمن، رغم هيك ممكن يصير شوية تحسس، بس بيكون تحسس يعني سليم العواقب. تمام. ممكن يوصل لشوية وزمة، شوية حكة كذا، بس مو أكثر. تمام دكتور، يعني بالختام مثل ما ذكرت عنا خيارات تجميلية عديدة، منها الآمن ومنها الغير آمن، لكن يفضل أنه يكون عند الصبايا أكثر وعي بالموضوع ليختاروا الشيء اللي بيناسبهم. بدنا نشكر كثير وجودك لليوم، نورت صباحنا. أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله. شكرا دكتور عزيز.